أستاذ عبد الرحمن يحيى المروني، لكن الشيخ عبد الرحمن المروني رئيس. كي نبدأ الأستاذ عبد الرحمن المروني رئيس منظمة الدولة. أرحب بالأستاذ عبد الرحمن المروني وهو الشيخ عبد الرحمن المروني، شاكرين لك رب العالمين. تسخر أستاذ عبد الرحمن المروني رئيس منظمة 2012 تمكنت سميها مجازر. هي هنا نقول لكم أخلاق قارات المتضامن الاجتماعي خيري بحاجة إلى إعادة متكاملة ودورها في تعزيز والعنف وقف في هذا اليوم وفي هذا إلى تعزيز الجوف ومأرب ونشنتها منظمة دات مختلف الأعمال التوعوية زي المجلات الحيطية كثير من المناطق ضرار الإنسان يذهبون ضحايا.